الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. القاضي محمد عبد الحميد عصران محمد، الفرقة الثانية، كلية تربية عام، قسم الفيزياء والكيمياء. أنا مرشح عن اللجنة العلمية في اتحاد طلاب الكلية. أنا هكلمكم عن أهم المبادئ اللي عندي في البرنامج الانتخابي بتاعي. أولا، من وجهة نظري إن اتحاد الطلاب ده هو صدى صوت الطلاب والمسؤول عن حل مشاكلهم والمشاركة في مشاركة المسؤولين في حل مشاكلهم ومؤقت العملية التعليمية لديهم. ثانيا، الطالب هو محور العملية التعليمية وأساسات وليس أي شخص أو شيء آخر. إزاي؟ يعني جميع مؤسسات العملية التعليمية وجميع أعضاء هيئة التدريس هم مهمتهم إن هم توصيل القيام بدورهم في تثقيف وتعليم الطلاب كمدرس مادة، علي توصيل المعلومات للطلاب، إداري مع تقديم الخدمات للطلاب، مدير، عميد، دكتور. العميد مثلا عليه دوره إن هو يخدم الطلاب. دي من ضمن مبادئ البرنامج الانتخابي بتاعي. مبادئ الحاجة الثالثة اللي أتكلم عنها، اتحاد الطلاب لابد أن يقوم بتشجيع الطلاب وتحفيزهم على المشاركة في جميع أنشطة الاتحاد دون تفرقة أو تمييز، وإعلامهم أول من أول بأنشطة الاتحاد. لو هتكلم عن أهداف البرنامج الانتخابي بتاعي، أنا كلجنة علمية من أهم أهداف البرنامج بتاعي هدفين. أولا، أنا كطالب في شعبة علمية نفسي يعني إن أنا أقدر أبتكر في المواد اللي أنا فيها. إحنا أصبحنا دولة متخلفة، آخر دول العالم في التصنيف قبل الأخير، مصر ثم غينيا. لذلك ده بسبب في جودة التعليم، ده بسبب إيه؟ إنه مفيش حاجة اسمها تعليم عندنا، تعليم نظري. لذلك أنا كشعبة علمية مثلا، أنا لدي أفكار، أنا عندي في الكتاب بعض التجارب لابد أن أطبقها عمليا. إزاي؟ إن أنا عندي مخلفات كهروكيميائية وميكانيكية وكيميائية وحرارية في المنزل، ممكن أستخدمها وأعمل خلية كهربية أقدمها في معرض. لذلك إحنا في اتحاد الطلاب إن شاء الله بمشيئة الله هنعمل ورشة عمل لمن لديهم الرغبة في تقديم ابتكارات واختراعات مصغرة، وسيتم إن شاء الله عمل مسابقة سنوية لأفضل مبتكر، وذلك لتشجيع الطلاب على القيام بهذا الأعمال. وبإذن الله سنختار أفضل تجربة وسيتم تطبيقها على شكل أوسع. الشيء الثاني اللي أنا عايز أتكلم عنه، في بداية العمل الدراسي بالنسبة للفرقة الجديدة سنة أولى. بالنسبة لسنة أولى في جميع الشعب، أول سنة بيكون تايهين، مش عارفين أي حاجة، مش عارفين أي حاجة في المواد، مش عارفين أي حاجة في أي حاجة. لذلك أنا إن شاء الله بإذن الله هعمل لجنة من جميع طلاب الفرق، من كل فرقة، من كل شعب هنختار واحد في مثلا في الفرقة الثانية، من جميع الشعب هنختار من كل شعبة واحد. ده يتطوع إن شاء الله في اللجنة إنه يقوم بتقديم الدعم الكامل للطلاب الجدد من خلال دعمهم بكل ما لديهم من خبرة ومعلومات ومذكرات سابقة وتقديم الكم الكافي لهم من معلومات عن تخصصات الكلية وأقسامها وكل ما شابه ذلك. ودور اللجنة أيضا ممكن إن أمكن تقديم المساعدة للمسؤولين عن طباعة الكتب لسرعة الانتهاء منها وتسليمها إلى الطلاب لبدء العام الدراسي في أقرب وقت أمكن. علشان انا اصلا قسم علمي شعبة الفيزياء والكيمياء، انا لدي افكار في تطبيق بعض التجارب العملية. انا مش هقدر ان انا اعمل ورشة عمل وانا مش مشارك في انشطة ولا في اتحاد ومش هلاقي حد يدعمني. عشان كده انا دخلت اتحاد طلاب علشان الاقي الفرصة ان انا اعمل ورشة عمل واقدر اعرضها على المسؤولين وتاخد موافقة باذن الله، ونحاول نبتكر، نحاول نطبق عمل المواد الدراسيه اللي احنا بندرسها، مثلا الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والحاجات دي احنا بندرسها فقط، نمتحن ونرمي ورقه امتحان بننسى الماده. لو احنا كل جزئيه مثلا
كل طالب خد جزئية من كتاب وحاول يستخلص منها فكرة عملية ويعملها، فعلا هنقدر نستفيد، فعلا هنقدر نبتكر، هنقدر نطور من نفسينا. جديد إن شاء الله أنا همارس جميع أنشطة اتحاد الطلاب المعتاد غالبا، وبالإضافة إلى إن إحنا اللجنة اللي قلت عليها أنا دي لجنة من متطوعين جميع الفرق، دي فعلا هتحاول تساعد طلاب الفرقة الأولى بتقديم دعم كامل لهم، والحياة الثانية ورشة العمل، وإن شاء الله هيبقى فيه فعلا تنمية للمواهب. فعلا مش كلام، هنبقى نعمل مسابقات في الغناء، في التمثيل، في حفظ القرآن، في الإنشاد الديني، في جميع الأنشطة المعتادة والأنشطة الرياضية، من دورات تنس، من دورات كرة قدم، كرة يد. إن شاء الله بإذن الله فعلا هنشوف تنمية مواهب.